إذن مشاهدينا الكرام، ننتقل وإياكم إلى طبيعة الوضع اليوم في شبه جزيرة القرم. هذه شبه الجزيرة التي كانت يوما ما بأكملها للمسلمين. الحقيقة هذه المنطقة تسيطر عليها السلطات الروسية منذ عام 2014. في هذا الإطار شدد رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف على ضرورة بذل كييف قصارى جهدها لاستعادة شبه جزيرة القرم بحلول الصيف. استبعد بودانوف في حديث لواشنطن بوست لجوء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى استخدام السلاح النووي إذا وصلت القوات الأوكرانية إلى القرم، قائلا هذا ليس صحيحا وسنستعيد القرم، مشيرا إلى أن كل شيء بدأ في شبه جزيرة القرم عام 2014 وسينتهي الأمر عند هذا الحد.